أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ابسط علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. هنا أرد على المدعو رشيد أيلال فيما يخص نفيه عن سيدنا جبريل عليه السلام أن يكون من الملائكة الكرام. وسيدنا جبريل عليه السلام هو أمين الوحي ورسول الله بين الله وأنبيائه ورسله، فقد كان يأتي كما في حديث عمر المشهور: بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى آخر الحديث. والمعروف أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي، ومع ذلك كان يعرفه لأنه هناك علامة يعرفه بها، رغم أن غيره من الصحابة قد يروا دحية الكلبي ولا يهتدون إلى أنه جبريل عليه السلام في تلك الصورة التي تصور فيها. وهنا أقف لأقول بأن الملك لكي يتواصل مع النبي لابد أن يتغير أحدهما، يعني إما أن يتغير النبي إلى طبيعة ملائكية أو يتغير الملك إلى طبيعة بشرية. وبطبيعة الحال عندما كان الملك هو الذي يتحول إلى صورة بشرية، هذا لم يكن يكبد النبي صلى الله عليه وسلم أي عناء أو مشقة، ولكن عندما كان يتحول الرسول إلى طبيعة ملكية أو ملائكية، فهنا كان يحدث له شبه تغير كيميائي، فمثلا يثقل جسده، يتفصد عرقا في اليوم الشاتي البارد، يسمع حول رأسه مثل دوي النحل، وكان يقول أنه أشده عليه حينما يأتيه في هذا الوصف، ويفصم عني وقد وعيت ما قيل لي. يعني إذن لفظ الفصم، يعني عدم الانقطاع التواصل، يفيد بأن هناك اتصالا بين طبيعتين مختلفتين حتى يعي ما أخذ من الوحي عن هذا الملك. المهم أن رشيد أيلال يعتمد على آية كريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أو ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهنا هذه الآية تشبه آية أخرى في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. والله سبحانه وتعالى قد بيّن أنه لو فعل ثم كفروا لجاءهم العذاب عاجلا غير آجل، ولم ينظروا بتأخير العقوبة، لأن التمهيل الذي يعطيهم الله سبحانه وتعالى من أجل أن يتوبوا أو يغيروا موقفهم من الكفر إلى الإيمان مثلا، ولكنه لو أنه استجاب لما طلبوا وجعل مع الرسول ملكا لكان تكذيبهم وكفرهم بعد ذلك مما يجعل العذاب ينزل عليهم بغتة ولا يبقى عندهم فرصة للتراجع أو للتوبة. والكفار لماذا كانوا يطلبون يعني أن يكون الملك
ممن تنزل عليه الرسالة مثلا، لأنهم يريدون أن يتذرعوا بذلك وأن يجدوه مبررا وأن يستسيغوا به إباءهم لمتابعة أمور الوحي وما كلفهم الله به، بحجة أن الملك من غير طبيعتهم وأنه قد يقدر على فعل ما لا يستطيعونهم فعله. فلهذا ليس من العدل أن يطلب منهم أن يعملوا أعمالا هي فوق طاقتهم. ولكن عندما يبعث الله رسولا من بني البشر من جنسهم وطبيعتهم، فلا يبقى عندهم أي عذر أن يعني يتحججوا بأنهم لا يستطيعون فعل ذلك، لأنه هذا بشر مثله، فلماذا يعجزون عن فعل ما هو في مستطاع البشر؟ الآية الثانية التي أريد أن أقف عندها هو قول الله سبحانه وتعالى الذي استشهد به الباحث رشيد: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هنا هو يجعل هذه الآية دليلا على نفي بعث الله الملائكة بينه وبين الرسل، وفي الحقيقة هي عكس ما يريد أن يدلل عليه، لأن الكلام في الأول متوجه إلى طرق الوحي بين الله وبين البشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما كلم الله مثلا موسى من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالمقصود هنا الملك، لأنه هنا يتكلم عن طرق الوحي بين الله وبين خلقه. فإذا يرسل رسولا لهؤلاء البشر من الأنبياء والرسل، يعني فيكون ملك بطبيعة الحال، فهو لن يبعث مثلا موسى إلى محمد أو عيسى إلى نوح مثلا، إنما يبعث رسول يعني من الملائكة ليبلغ رسالة الله إلى النبي فيبلغها بدوره إلى الناس. ويعني هناك مسألة أخرى أود الإشارة إليها، يعني وهي أن هناك نوعين من الوحي: هناك الوحي الذي يعرف بالوحي الإلهامي، وهناك الوحي التشريعي. فما استشهد به من الآيات هو في إطار الوحي الإلهامي، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون، أو قول الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، إلى آخر الآية. أو وأنا أزيد قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هنا الإلهام كيف يكون؟ إما أن يكون قد يكون مناما، قد يكون إلقاء في الروع، كما هو من قبيل الحديث الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس يعني جبريل نفث، والنفث هو النفخ بدون ريق، يعني نفث في روعي، والروع هو القلب، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهنا بمعنى الإلهام، نفث في روعي يعني هذا إلهام. قد يكون مناما، يعني كما رأى مثلا إبراهيم أنه يذبح ابنه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وأم موسى قد تكون رأت أيضا مناما، والحواريين يعني رأوا مناما واحدا تواطأت عليه رؤاهم، كما تواطأت رؤى الصحابة على الأذان، رأى عمر بن الخطاب يعني الأذان في المنام بالهيئة المعروفة التي نعملها اليوم، وعبد الله بن الزيد جاء يقص نفس الحكاية، والرسول قال: لقد تواطأت رؤاكم عليه فاجعله نداءكم للصلاة، أو كما قال. هنا استدل بحديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بليلة القدر: أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر.
فمن كان متحريها أي ليلة القدر فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر، هذا في رواية الإمام الطحاوي. ف يعني عندما تتواطأ الرؤى يتبين أنه الحق وأنه إلهام من الله سبحانه وتعالى فيتبعه المؤمنون. ثم الآية الكريمة التي اعتمدها وهي ما يتعلق بقصة ضيوف إبراهيم من الملائكة وقصة لوط كذلك مع الملائكة، وهو يقول بأنهم يعني كانوا مجرد رسل، ولكن الله بين بأنه لا تخف إن أرسلنا في آية وفي الأخرى قال إن رسل ربك، وبطبيعة الحال هم لم يكونوا من الناس العاديين لأنهم لم تمتد أيديهم إلى العجل الحنيد الذي أعده لهم إبراهيم، بحيث أنه إلى درجة أنه أصابه خوف، ولكنهم أمنوا وبينوا له أنهم من قبل الله لجاءوا لغاية محددة. وكان الأمر كذلك مع نبي الله لوط عليه السلام. واستدل بعد ذلك كذلك بقول الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل أو ميكالا على حسب القراءة القرآنية فإن الله عدو للكافرين. وقال بأن العطف يقصد المغايرة. العطف يقصد المغايرة، هنا كاين مغايرة لأن جبريل وإن كان من الملائكة فهو رئيسهم، فهناك مغايرة من حيث الوظيفة وليس من حيث الطبيعة، كما قال الله في قوله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها الروح هو سيدنا جبريل عليه السلام الروح القدس. ولماذا كما قال الإمام الألوسي لماذا سماه الله روحا؟ لأنه كما لا تكون حياة الأجسام إلا بالماء فلا تكون حياة النفوس إلا بالوحي، وسيدنا جبريل هو أمين الوحي، هو الواسطة بين الله ورسله وأنبيائه، فلا تسماه روحا، فهو من الملائكة ولكن هنا عطفه على الملائكة، الملائكة والروح فيها، لأن هناك مغايرة من حيث الوظيفة وليس من حيث الطبيعة، فهناك مغايرة، وهذا لا يقتضي أنه ليس ملكا، بل هو من الملائكة. والآية الثانية التي استشهد بها يقول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني في شأن حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وإن تظاهر أو تظاهر عليه بحسب القراءة القرآنية فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال بأنه هنا أيضا جاء التمييز بين جبريل والملائكة، بل ليس هناك أي تمييز، فهناك اختلاف من حيث الوظيفة وليس من حيث الطبيعة. فجبريل عليه السلام هو من الملائكة ولكنه من رؤسائهم المدبرات أمرا. من هم المدبرات أمرا؟ هم الملائكة، هم ميكائيل وهم جبرائيل وإسرافيل وملك الموت، وكل واحد معه رسل تعينه في مهامه. وسيدنا ميكائيل كلفه الله بالنبات والماء ومسائل مثل هذا، السحاب والمطار. وسيدنا مثلا إسرافيل كلفه بالنفخ في الصور والساعة وإلى ما ذلك من هذه الأمور. وسيدنا ملك الموت معروف مثلا حينما قال توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال يتوفاكم ملك الموت، يعني لأن ملك الموت معه رسل يعينه في مهامه، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عند خروج يعني عند الموت كيف أنهم ينسلون يعني روحهم تحت كل ضفور ومفصيل إلى آخره حتى يبلغوا بها الحلقوم فيأخذها ملك الموت.
المهم ما أريد أن أختم به هو أن رشيد عيلان، أقول لك شيئا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه أول من يحاسبهم الله يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل أتاه الله علمان أو القرآن فيقول الله له ماذا عملت في هذا العلم، فيقول تعلمته وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ثم يسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم. يعني يقول الله له إنما فعلت ذلك ليقال عالم أو قارئ، وقد قيل يعني، وهذا الذي أراه في هذا الشخص، لأنه إنما يفعل كل هذا لكي يعني يكون له جاه بين الناس وسمعة بأنه من العلماء وأنه من الباحثين، وهذا ما لك، رغم أنك لا تأخذه إلا في الضلال. أنت الآن تحاول، نحن نريد محاربة الأعداء، ولكن مع الأسف وجدنا أن من بني جلدتنا ومن يتكلمون ألسنتنا هم من أعدى الأعداء، ويعين الكفار على مهاجمة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسد رأيكم وأن يذهب قوتكم وأن يخزيكم وأن يدحر حجتكم وأن يعني يجعل العذاب يصل إليكم، لأنكم أعداء الله وأعداء رسوله، وهذا لا شك فيه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. إن لم تتوبوا وترجعوا إلى الله فباب التوبة دائما مفتوح، والله يعني يفتح الباب للرحمة وللمتوبة وللمغفرة، ولكن إن أنتم مضيتم في هذا السبيل فليس لكم إلا النار والعياذ بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.